السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء وطالباتي في الصف الثاني الابتدائي. اليوم مراجعة عامة في مادة اللغة العربية. أول تمرين هو ضع اسم إشارة مناسب مما بين الأقواس. أسماء الإشارة كما درسناها سابقاً هما 5: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا هو اسم إشارة للمفرد المذكر سواء إنسان أو جماد، مثل ولد، كتاب. هذه اسم إشارة للمفرد المؤنث سواء إنسان أو جماد، بنت، نافذة، قطة. هذان اسم إشارة للمثنى المذكر، ودائما المثنى المذكر ينتهي بآن، ألف ونون، غالبان، قالمان. هاتان اسم إشارة للمثنى المؤنث، ودائما المثنى المؤنث ينتهي بتان، تاء، ألف، نون، مثل حقيبتان، طالبتان. هؤلاء تأتي للجمع بنوعين، يعني سواء مذكر أو مؤنث، تلاميذ، طالبات. في المثال الأول: معبد جميل. معبد هو معبد كلمة تدل على مفرد مذكر، أي تدل على شيء واحد، لذلك نستخدم اسم الإشارة هذا. هذا معبد جميل. في المثال الثاني: شجرتان. شجرتان لأنها كلمة تدل على مثنى مؤنث، أي تدل على شيئين، وتنتهي بتان، نستخدم اسم الإشارة هاتان. في المثال الثالث: كتابان. لأنها كلمة تدل على مثنى مذكر، أي تدل على شيئين وينتهي بآن، نستخدم هذان. هذان كتابان. تلاميذ في المثال الرابع: تلاميذ مجتهدون. تلاميذ تدل على الجمع، لذلك نستخدم اسم الإشارة هؤلاء. هؤلاء تلاميذ مجتهدون. في المثال الأخير: خريطة مصر. خريطة تدل على مفرد مؤنث، أي شيء واحد وينتهي بالتاء المربوطة، نستخدم هذه. هذه خريطة مصر. في التمرين الثاني أعزائي الطلاب، صل الكلمات المتشابهة في نهايتها، أي ننظر إلى آخر حرف من كل كلمة ونختار الكلمات المتشابهة ونصلها ببعضها. تفاح، تفاح. أغصان، أغصان. دجاج، دجاج. حمار، حمار. في السطر الثاني: ألحان، ألحان. قطار، قطار. تمساح، تمساح. زجاج، زجاج. كلمة تفاح تنتهي بألف وحاء، مثل كلمة تمساح، نصلها ببعضها. في الكلمة الثانية: أغصان، تنتهي بألف ونون، مثل كلمة ألحان، نصلها ببعضها. وهناك أيضا كلمة دجاج، تنتهي بألف وجيم، بل جيم وألف وجيم، مثل كلمة زجاج، ونصلها ببعضها. هناك أيضا آخر كلمة حمار، نصلها بكلمة قطار. في التمرين الثالث أعزائي الطلاب، صل المفرد بجمعه. كلمة حقل، أثر، طفل، متحف، سهل. كلمات تدل على شيء واحد، نصلها بجمعها والتي تدل على أكثر من اسم، مثل متاحف، حول، حقول، سهول، أطفال، آثار. كلمة حقل هو حقل واحد، وأكثر من حقل وحقل وحقل هو حقول، فنصل كلمة حقل لحقول. الكلمة الثانية هي أثر. أثر جمعها آثار، أكثر من أثر. هناك أيضا كلمة طفل، نصلها بكلمة أطفال، طفل وطفل وطفل، أطفال. متحف هي جمع كلمة متاحف، نصلها بمتاحف. آخر كلمة أعزائي الطلاب كلمة سهل، وجمعها سهول.
إلى اللقاء في حلقة أخرى من مادة اللغة العربية للصف الثاني ابتدائي، مدرسة العربي الخاصة لغات.